سبعة أفلام تشارك في السباق على حصد أعلى الإيرادات وتصدر شباك التذاكر. ما بين الغموض والإثارة والتشويق والكوميديا تتنوع الأفلام المعروضة، ونسرد لكم فيما يلي ترتيب الأفلام حسب ما حققه كل فيلم من إيرادات. أولا، فيلم البدلة. حقق فيلم البدلة إيرادات بلغت حوالي 3,127,000 جنيه ليتصدر إيرادات شباك التذاكر. فيلم البدلة قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن باجت أمر، ومن إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلى. ثانيا، فيلم الديزل. جاء فيلم الديزل لمحمد رمضان في المركز الثاني ليحقق إيرادات وصلت حوالي إلى 3,000,000 جنيه. فيلم الديزل من إخراج كريم السبكي ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وياسمين صبري وهنا شيحة وفتحي عبد الوهاب وتامر هجرس. ثالثا، تراب الماس. وفي المركز الثالث جاء فيلم تراب الماس لتراجع مركزين بعدما كان يحتل الصدارة الأيام الماضية، وحقق الفيلم حوالي ما يقرب من 1,316,000 جنيه. الفيلم بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصار ومحمد ممدوح وصبرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وطارة عماد وسامي مغاوري وبيومه فؤاد واللبناني عادل كرم، بالإضافة للنجم الكبير عزة العليلي وتوزيع شركة دولار فيلم. رابعا، فيلم الكويسين. المركز الرابع كان من نصيب فيلم الكويسين الذي بلغت إيرادته حوالي 1,216,000 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم حسين فهمي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وتارة عماد وآخرين، ومن تأليف أيمن وتارة وإخراج أحمد الجندي. خامسا، بني آدم. وجاء في المركز الخامس فيلم بني آدم محققا إيرادات وصلت حوالي إلى 821,000 جنيه. فيلم بني آدم من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وتشارك في بطولته دينا الشربيني وهنا الزاهد ومحمود الجندي وأحمد رزق. سادسا، فيلم سوق الجمعة. أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم سوق الجمعة الذي حقق إيرادات وصلت إلى حوالي ما يقرب من 198,000 جنيه. فيلم سوق الجمعة بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبد الغفور ودلال عبد العزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ومحمد عز ومحمود حجازي ونهى صالح وآخرين. الفيلم من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط وسيناريو وحوار أحمد عادل. سابعا، بيكيا. وتزيل فيلم بيكيا لمحمد رجب قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى مكتفيا بما يقرب من 185,000 جنيه، ويضم العمل مجموعة من الفنانين منهم أيتن عامر ومحمد لطفي وأحمد حلاوة وأحمد صيام ومجدي بدر وآخرين. الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإنتاج أحمد السبكي ومن إخراج محمد حمدي. لا تنسوا تضغطوا اشتراك وعلامة الجرس ليصلكم كل جديد.